أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. على مجده وعد مشانه، خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمة، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله عليه. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك.